سناب الشرقية مع سعد الدوسري. اليوم جاي لأحد المعارض المعروفة في الدمام، العمري بلازا، مجمع حياة بلازا. المعرض كبير جدا، عندهم ملابس، عندهم أقمشة، شنط، كماليات، أحذية. خلكم معي نبدأ الجولة. طبعا المعرض كبير وفي خصم 20% لمدة أسبوع لمتابعي سناب الشرقية. الكود أو الصورة اللي بحطها بسناب جاي صوروها عشان تحصلون الخصم، مجرد ما تجون عند الكاشير وتورونا الصورة تحصلون على خصم 20% من كل مشترياتكم هنا في معرض العمري بلازا. نبدأ في القسم الرجالي، عندنا جميع أنواع الأشمغة اللي تشوفونها هنا بسعر 40 ريال. طبعا بعض الأنواع هنا كانت على 120، اللي تشوفونه هذا 40 ريال فقط. اللي يدور له فروة هنا الفراوي، أتوقع جمع فروة فراوي، صح؟ أكيد. 96 ريال كانت على 120. الثياب الدفة الجاهزة في المجموعة اللي فوق هنا 76، والمجموعة اللي تحت 67. هذه بعد الخصم، بعد خصم 20%. أما ثياب الدرش على 50 ريال بعد الخصم، هذا هي. أما الثياب اللي نفس كذا جاهزة، هاي فيها دروش فيها دفة، على 52 ريال. في عندنا هذه التنورة، وهذه بلوزة فراشة، وعندنا هذا البدي، وهذه سديرية، وهذا البنطلون، كلهم منهم 12 لون نفس الموديلات. تبدأ أسعارهم من 20 ريال. تبدأ أسعارهم من 20 بعد الخصم. بعد الخصم. أوكي. دلابيات قرقعان، في منها نسائي في بناتي. نسائي تبدأ أسعارها من 50، والبناتي على 29 ريال. هذه قمصان تركية جودة جدا عالية، سعرها قبل الخصم 69 بعد الخصم 55، متوفر منها تقريبا فوق 30 لون. هنا عندنا ملابس العاملات المنزليات تبدأ الأسعار 29 ريال بعد الخصم، في كذا لون من الملابس هذه. هنا قسم المواليد، كل ما يتعلق بالمواليد من عمر يوم واحد علي خصم 20%. قسم كبير جدا، وكل ما تحتاجون المواليد هنا. قسم الملابس الرياضية سواء ولادي أو بناتي، خصم شامل عليها 20%، جميع المقاسات طبعا. الآن راح نشوف تكرمون الأحذية. طبعا كود الخصم سعد اللي يجي عندك كاشير، او صوروا الصوره اللي قبل شوي بحطها مره ثانيه للتذكير وللتاكيد. توفر بعد في معرض العمري بلازا اللي هو ملابس عسكريه لجميع القطاعات للاولاد الى عمر 12 سنه، الاسعار تبدا من 20 ريال. شوف عندنا هنا قسم الملابس البناتيه، وفوق عندنا المرايل، البيجامات هذه بيجامات نوم تبدا الاسعار بعد خصم من 37 ريال. في بدل ورلاديه يجي بس بالصدريه بدون جاكيت، وفي اللي بجاكيت تبدا الاسعار من 40 ريال بعد الخصم. ما شاء الله، كل المقاسات؟ كل المقاسات الين تقريبا عمر 15 سنة. حلو. وفي بعض البجامة الولادية في يجي سروال طويل وفي شورت، تبدا اسعاره من 35 ريال. الشورت مع ال الشورت مع البلوزة. اوكي حلو. عطر جفان مسك غني عن التعريف، ما في ام ما تعرفه من حنا صغار، سعره بعد الخصم 20 ريال. البدلة الرسمية الرجالية
في منها تقريبا فوق 20 لون وجميع المقاسات متوفرة. تبدأ أسعارهم من 280 ريال التركية طبعا. جميع أنواع الشمط في جميع المقاسات تبدأ أسعارهم من 44 ريال بعد الخصم. يوجد عندنا هنا سجاد طبعا جميع الأنواع، وعندنا المناشف طبعا جميع الأحجام، وتلبيسات الكنب لسواء الشخص أو الشخصين أو ثلاثة. والبطانيات عندنا هنا في من 2 كيلو ونص إلى 10 كيلو، والأسعار برضو عليها خصم 20% على المعرض كامل. طبعا هذه أشكال بعض بديل الذهب، هذه الخواتم وهذه البناجر الحبة وهذه الأطقم. وفي عندنا سلاسل النعماء ميزتهم إنه عليهم ضمان 6 شهور ما يتغير اللون، وأسعارهم حلوة ورخيصة من 20 ريال تبدأ الأسعار. وفي هذه بعد الحلق السعر يبدأ من 13 ريال. جميع ماركات العطور في معرض العمري بلازا ماركات أصلية، بالإضافة لخصم 20% على جميع الماركات اللي تشوفونها هنا. هذه أرواج جديدة حق نهى نبيل من برجوة، أسعارها من 28 ريال. وفي عندنا الأرواج الثانية الأطقم كاملة. وبعد عندنا مواد العناية في البشرة هنا، اللي هذولي كاملة. كل المنتجات خصم 20%. طبعا قسم الأقمشة عندهم يعني يعتبر من أكبر أقسام الأقمشة في المنطقة الشرقية، الأقمشة النسائية. بالإضافة عندهم بعد أقمشة رجالية، طبعا الواحد الصراحة يضيع بدون أقمشة هنا. هذه الأقمشة الرجالية كورية قطن مخلوط، سعر الثوب كامل 3.5 متر ب 59 ريال فقط لمتابعينك هذا العرض. حلو، يعني روح خياط خيط ب 50 ريال تقريبا يطلع الثوب 190. يا سلام، حلو. طبعا عندهم أنواع كثيرة هنا، شوفوا حتى هنا بعد. في بعد هذا النوع الثاني، هذا ياباني. الياباني الياباني والياباني من هنا، الياباني هناك هذه طاولة كامل ياباني، هنا الياباني. هذه كلها قمشة. اعطني مثال على الياباني. طيب كم الياباني؟ زي كذا 3.5 متر 69 ريال كامل. يا سلام، الله يديم الرخص. وهذا بعد ياباني، شوف هذا اللماع 3.5 متر 69 ريال. هذا قماش ريتشي ياباني 4.5 متر 89 ريال. السعر هذا ما تلقونه في السوق في العمري بلازا. هنا عندنا عباية أقمشة لينن، قماش حق عباية مخصص، في مطرز اللي هو هذا المخطط، وفي عندنا السادات مكسر. هذا ايوه هذا اللي هو المكسر. في عندنا السادات اللي هو جدي زي كذا، تنفع طبعا طرحات وتنفع عبايات. شتلينن مطرز ومخطط، في عندنا هذا النوع ما شاء الله عندنا فوق 50 شكل، أسعارهم على 60 ريال كلهم. هنا شوف أي طاعة أي متر ب 60 ريال. طبعا خصم 20% لمدة أسبوع، سواء أرتم الصورة أو قلت لهم أعطونا كود خصم سعد. عندنا هنا قمشة القرقعان، عندنا هذا قماش زري. أيوه. المتر ب 10 ريال بعد الخصم 8. وفي هذه قمشة قرقعان، هذا ب 10 صح؟ هذا 25. هذا اللي هو حق القرقعان ب 25 ريال قبل الخصم، بعد الخصم 20. هذا اللي هو الزري، جميع الالوان متوفره، منهم 15 لون. على 10؟ اي 10 ريال بعد الخصم 8 ريال. 8 ريال المتر. اي هذه اقمشة شاركي، جميع ما شاء الله الالوان متوفره، اللي هم نفس هذا الشكل قبل الخصم ب 10 وبعد الخصم 8. في عندنا شيء جديد اول مره نجيبه، اقمشة قرقعان الجديده. هذه المتر يا طويل العمر على 90 ريال بعد الخصم تقريبا 80. وفي منها الوان كثيره 11 لون. 11 لون.
هذا أقمشة هندية مطرزة في منها تقريبا 50 شكل بعد الخصم 62 ريال. سريع 62 ريال والله. شوف هذا شيخ طبعا معروف هذا في قسم الأقمشة. إيش اسمك؟ وسيم. 17 سنة هنا عندنا. شفيق بعد كيف حالك يا شفيق؟ 20 سنة في قسم الأقمشة هنا. إيش عندك هنا قماش؟ في تبقى جكار، في سهرات، في فرطات. هاي طبعا أقمشة جديدة كلها اسمها تفتة جاكار، توها واصلة أمس من تركيا. سعر الخلف متر بعد الخصم 72 ريال. خصم لمدة أسبوع فقط. طبعا ما شاء الله احنا نتميز بأنه أكبر معرض في الشرقية اللي هو مركز العمري بلس للأقمشة، أكبر معرض في الشرقية. طبعا عندنا خصومات 20% فقط خاصة لمتابعينك أستاذ سعدي، وجميع أنواع الأقمشة، سهرات، تنانير، جلابيات، قرقيعان، كل الأنواع. هذه أقمشة لبانة سهرات حق فساتين، تنانير، بلايز فخمة. المتر كان على 120، الحين مع الخصم حاطين المتر على 80 ريال بعد الخصم الخاص فيه. طبعا هذه أنواع تفتة جاكار، طبعا خامة تركية 100%، سعرها قبل الخصم 90، حاليا 72، وفي منها تقريبا 50 إلى 60 شكل المتوفرة. أقمشة الأورغانزا بعد تركية نفس السعر بعد الخصم 72، وفي عندنا بعد القماش هذا اللي هو الحاشي يسموه بعد تركي، سعره بعد الخصم 72 ريال. هذا قماش عبايات اللي توني كلمتكم عليه الجديد، ميزته نوع واحد اللي هو تقدر تستخدم اللونين سواء كذا او كذا نفس الشيء، وفي بعد نفس كذا تقدر تستخدم هذا اللون وتقدر تستخدم هذا اللون. في عندنا هذه انواع الشك تبدا سعرهم بعد الخصم 120 الى 300 ريال المتر الواحد. طبعا هذه ما يستخدمون على قولتهم الا ام العروس او اخت العروس، شيء فخم جدا يعني. عندنا جميع انواع الترتر، في هذا اول نوع، في النوع هذا، وفي نوع ثاني جديد يسموه ابو وجهين، يجيك كذا لماع وكذا مطفي. جميع الانواع متوفره والاشكال، تقريبا عندنا 100 شكل ونوع من التراتر. وفي الاشياء هذه الجديده تجيك ريش مع ترتر. نجي الان هنا في اخر قسم عندنا في معرض العمري اللي هو قسم لوازم الخياطه. تفضل محمد. في عندنا هذه الكلف حق قرقعان توها واصله من دبي، سعر المتر على 10 ريال. في اشكال ثانيه اللي هي هذا اللي ورا المتر 3 ريال، وفي بعد انواع كثيره كلها هنا شوف ما شاء الله كلهم على 10 ريال المتر حق قرقعان، اشكال جديده ومحترمه يعني شيء فخم. طبعا تجون عند المعرض الرئيسي اللي على الواجهه او عند بوابه 34 العمري بلس، عندهم توصيل، هذا شيء حلو عندهم صراحه. اي شيء يعني شفتوه تكبشرونه تسون على الرقم اللي بحطه في السناب الجايه بحيث يوصلونه لكم، وعندهم توصيل لجميع مدن المملكه.